مش معقول يكون الفكر اللي احنا بنقدسه ده يدفع بالأمة دي بالكامل ان هي تبقى مصدر للقلق وللخطر والقتل والتدمير في الدنيا كلها. مش ممكن يكون الفكر ده، انا مش بقول الدين، انا بقول الفكر ده اللي تم تقديسه، نصوص وافكار تم تقديسها على مئات السنين واصبح الخروج عليها صعب قوي، لدرجة ان هي بتعادي الدنيا كلها، بتعادي الدنيا كلها. يعني الواحد وستة من عشرة مليار هيقتلوا الدنيا كلها اللي فيها سبعة مليار عشان يعيشوا هم؟ مش ممكن. الكلام ده أنا بقوله هنا في الأزهر هنا أمام رجال وعلماء الدين، والله لأحاجيكم يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى على اللي أنا بتكلم فيه ده دلوقتي. أنت مش ممكن تكون وأنت جواه حاسس بيه، مش ممكن وأنت جواه تكون حاسس بيه، لازم تخرج منه وتتفرج عليه وتقرب فكر مستنير حقيقي. ده انت محتاجين تتوقفوا بشدة، وانا بكلم بقول تاني احنا محتاجين ثورة دينية. كما شدد السيسي على أهمية إتقان العمل والارتقاء بالتعليم كعنصر رئيس في تقدم الأمم. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وحانا برضو اسمحوا لي أتوقف عند إتقان العمل. أنا عايزكم وأنتوا كلكم ماشيين تشوفوا لو في طريق مرصوف، طريق مرصوف، يا ترى مرصوف بشكل جيد ولا لا؟ في الإتقان اللي احنا بنتكلم عليه ده احنا مش قادرين نشوف حجم عدم الإتقان اللي فيه جزء كبير من عملنا بيتسم بيه. تم تقديسها على مئات السنين واصبح الخروج عليها صعب قوي، لدرجه ان هي بتعادي الدنيا كلها، بتعادي الدنيا كلها. يعني الواحد وستة من عشرة مليار هيقتلوا الدنيا كلها اللي فيها سبعة مليار عشان يعيشوا هم؟ مش ممكن. الكلام ده انا بقوله هنا في الازهر هنا امام رجال وعلماء الدين، والله لأحاجيكم يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى على اللي أنا بتكلم فيه ده دلوقتي. أنت مش ممكن تكون وأنت جواه حاسس بيه، مش ممكن وأنت جواه تكون حاسس بيه، لازم تخرج منه وتتفرج عليه وتقرب فكر مستنير حقيقي. ده أنت محتاجين تتوقفوا بشدة، وأنا بكلم بقول تاني إحنا محتاجين ثورة دينية. كما شدد السيسي على أهمية إتقان العمل والارتقاء بالتعليم كعنصر رئيس في تقدم الأمم. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وحانا برضو اسمحوا لي أتوقف عند إتقان العمل. أنا عايزكم وأنتوا كلكم ماشيين تشوفوا لو في طريق مرصوف، طريق مرصوف، يا ترى مرصوب بشكل جيد ولا لا؟ في الإتقان اللي احنا بنتكلم عليه ده احنا مش قادرين